الآن إلى جنوب القطاع وتحديدا إلى رفح ومن مقبرة تل السلطان في المدينة. ينضم لنا من هناك مراسل عربي صالح الناطور، حيث سلم جيش الاحتلال قبل قليل جثامين 47 شهيدا عند معبر كرم أبو سالم. أهلا بك صالح، هل يتم مواراة هذه الجثامين الثرى في هذه اللحظات؟ وأخبرنا عن الآلية التي يتم بها دفن هذه الجثامين، وهل يتم التحقق من هوياتهم أم أن الدفن يتم دون معرفة هويات هؤلاء الشهداء؟ يعني يتم التحضير الآن لدفن هؤلاء الشهداء في هذه المقبرة الجماعية يحيى، وهذه ليست المرة الأولى، هناك مقابر جماعية متعددة هنا في الأسابيع الماضية، مع كل دفعة تقوم قوات جيش الاحتلال بتسليمها من جثامين شهداء احتجزتهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذه الجثامين تصل ويتم نقلها هنا إلى القطاع دون يعني تفاصيل وافية حول من هم أصحاب هذه الجثامين. معظمها تأتي متحللة، أي أنها مضى عليها فترة طويلة وبالتالي يصعب التعرف عليها. بعض الأهالي بيحاول الوصول إلى هذا المكان، إلى المقبرة، على أمل أن يعني محاولة معرفة إذا كان بالإمكان التعرف على بعضهم، لكن في كل مرة بيفشل كثير من الأهالي في ذلك. الجثث تأتي متحللة، سيدات، أطفال ورجال، لا يعرف من أي منطقة تم احتجازهم، من أي مكان تم أخذ هذه الجثامين، فقد تقوم قوات جيش الاحتلال بتسليمهم دون أي أسماء، دون أي كشوفات تتعلق بهوياتهم، حتى دون مقتنياتهم الشخصية، حتى على الأقل يمكن من خلالها التعرف عليها. أيضا لا يوجد من هذا الشيء، من هذه الأشياء معهم، ويتم تسليمهم مباشرة من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، ويتم دفنهم هنا في هذه المقبرة وهذه المقابر الجماعية في مقبرة تل السلطان. هذا الأمر يعني بيقودنا للحديث مرة أخرى عن عدد الشهداء الكل الذي يجري الحديث عن مع تحديثات وزارة الصحة، هي تقول أنه أكثر من 30 شهيد، لكن هذا العدد ليس كليا، والسبب هو أن هناك جثامين تم احتجازها ولا يعرف عدد هذه الجثامين ومن أين يعني هذه الجثث تم أخذها وسرقتها، من أي منطقة، من أي مستشفى. بعض هذه الجثامين كانت هي بالأساس مدفونة في مقابر في مناطق مختلفة من مدينة غزة وشمال القطاع، لأنه كان الأهالي يصعب عليهم الوصول إلى المقابر ودفن أبنائهم، وبالتالي بعض هذه الجثامين أخذت من المستشفيات، بعضها من الشوارع ومن الطرقات. وهذا ما يجعل وزارة الصحة تقول دائما أنه التحديثات المستمرة فيما يتعلق بعدد الشهداء والذي تجاوز 30,000 شهيد هذا ليس رقما كليا، لن يعرف حقيقة عدد هذا الرقم، لأنه ما زال هناك أيضا جثامين شهداء في تلك المناطق، في مباني مقصوفة، في الشوارع والطرقات، ويصعب الوصول إليها من قبل الفرق المختلفة، وبالتالي العدد ليس كليا. الآن خلال دقائق ستفتح هذه الشاحنة كما في كل مرة، حيث سيتم إخراج جثامين الشهداء منها، وثم مباشرة إلى المكان الذي تم تحضيره مسبقا حتى يتم دفنها بشكل جماعي. حتى أنه بعض المقابر هذه بدون شواهد، بدون أي شيء، يعني حتى في هذه المقبرة، مقبرة تل السلطان، فيها أعداد كبيرة من الشهداء تم دفنهم بشكل سريع دون حتى مراسم تشييعهم ووداعهم، ويعني يمكن السير على هذه الرمال القريبة هنا ولا يعرف أحد إذا كان هناك جثمان شهيد أسفل هذه الرمال، بسبب عدم كما قلنا عدم قدرة الناس هنا على تشييعهم وتحضير قبور لهم بشواهد، ولأنه أيضا غير معروفي الهوية، حتى يعني إن وصل أقاربهم أو معارفهم للقيام بذلك هذا الأمر صعب وشبه مستحيل، وهذا سيفاقم من معاناة كثير من الأهالي والعائلات التي فقدت أبنائها ولا تعرف أي خبر عنهم، لا تعرف إذا كانوا أحياء أو أموات، خرجوا من مدينة غزة، نزحوا، تفرقت العائلات، جزء تبقى هناك وجزء هنا في مناطق الوسط والجنوب، انقطع التواصل مع أقاربهم ومعارفهم في مناطق متعددة، وبالتالي لا أحد يعرف مصير هؤلاء المواطنين، أحياء أم أموات، وهذا سيزيد من يعني الضغط النفسي على العائلات، وقد يعني تنتهي هذه الحرب ولا أحد يستطيع أن يعرف إذا كان أين هم، إن كانوا معتقلين، إن كانوا استشهدوا،
فقدوا، لا أحد يستطيع من هذه العائلات أن تستطيع أن تعرف ذلك، وبالتالي ستبقى تكابد وتعاني من الفقد لسنوات طويلة، ولن تجد حتى لابنها أو لأبناء هذه العائلات قبر حتى يستطيعوا زيارتها مثل ما يحدث في أي مكان في العالم. وبالتالي هذا لا شك أنه أيضا يمثل جزء من معاناة الناس هنا في قطاع غزة. أشكرك جزيلا مراسل عربي الصالح الناطور، حدثنا من رفح.